بمناسبة عيد صانع المعجزات النبي إيليا الذي يحتفل به في كل عام، أقيمت في العديد من كنائس المملكة احتفالات دينية شارك بها جموع كبيرة من المؤمنين. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المناسبة المباركة. إن الملائكة في الجسد ركن الأنبياء. نبي عظيم اسمه إيليا التشبي ولد في بلدة الوهادنة بمحافظة عجلون الأردنية، وعاش في بلدة جلعاد، وكان عادة يلبس ثوبا من الشعر ومنطقة من الجلد، وكان يقضي الكثير من وقته في البرية. تنبأ إيليا بأن الله سيمنع المطر عن بني إسرائيل، وصنع الله على يديه العديد من المعجزات لأنه امتلأ من الروح القدس. وبمناسبة عيد صعود النبي إيليا الغيور بمركبة نارية من ضفاف نهر الأردن، ترأس صاحب السيادة المطران خريستوفوروس بمشاركة لفيف من قدس الآباء الأجلاء صلاة الغروب وخدمة القداس الإلهي في كنيسة النبي إيليا والقديسة بربارة في منطقة أبو نصير، حيث أحيت هذه الخدم جوقة القديس نيقولاوس بقيادة المرتل قصي فاخوري بوجود حشد من أبناء الرعية والشبيبة المحتفلين بهذا العيد. وفي عظة سيادته تحدث عن العلاقة الحقيقية التي عاشها النبي إيليا مع الله، داعيا الجميع لأن نحيا مع الله حقيقة لا شكلا، وذلك من خلال ممارسة سر التوبة والاعتراف. وأضاف: الصوم والصلاة اجعلوا منهم سلاحا للمحافظة على الضمير الحي لكي نستطيع تمييز الحقيقة. كما تحدث سيادته عن حياة الكنيسة في أيام الأواخر مشابها إياها بحياة النبي إيليا حيث ستعيش في الصحراء، مؤكدا على أهمية الحياة الرهبانية وإنشاء الأديرة التي ستكون ملجأ وسترا للمؤمنين في تلك الأيام، مؤكدا ضرورة ثقتنا بالله الذي لن يتخلى عنا. عشان هيك حكى له روح للصحراء، زي ما الله رح يحكي كمان في الأواخر للكنيسة روحي للصحراء. وهون أباء الكنيسة بيعلقوا وبنوهوا قديش أهمية الأديرة بحياة الكنيسة. يا ويلنا يا ويلنا أبنائي إذا في زمننا ما بقي في أديرة. عشان هيك كل واحد منكم، كل مسيحي في شرقنا، لازم مسؤولية عليه ينتبه إنه لازم نأسس أديرة، يكون عنا رهبان وراهبات، لأنهم هم هدول في الأواخر رح يحموا العالم، مش بس بصلاتهم ولكن كل العالم رح يلتجئ للأديرة وللصحراء، زي ما بيحكوا أباء الكنيسة القديسين، زي ما الله حكى للنبي إيليا روح للصحراء وغاد رح تلاقي نهر منه رح تشرب مي، وأنا رح أبعث لك الغراب، الصبح رح يعطيك خبزة وفي العشية رح يجيب لك لحمة، وهيك رح تأخذ طعامك وعيش غاد في البرية. لإمتى رح أحكي لك؟ وبقي سنوات غاد. وهيك الكنيسة في الأواخر المؤمنين رح يبعدوا بسبب الضيق الكثير اللي رح يكون في المدن والاضطهاد على المسيحيين الحقيقيين في الأواخر، رح يضطروا يروحوا للبراري وللأديار. عشان هيك الأديار هي مهمة في حياة الكنيسة، وعشان هيك منشوف إيقونة النبي إيليا بتصور الغراب
الحامل الخبز في تمه حتى تحكي لإلنا إنه الله بحكي لنا ما تخافوا أنا معكم، بس أنتوا خليكم معي. وفي نهاية كلمته قام سيادته بمعايدة راعي الكنيسة قدس الأب أرسانيوس مخامرة وأبناء الرعية وكل من اتخذ من النبي إيليا شفيعا له، متمنيا للجميع كل نعمة وبركة بشفاعة النبي إيليا. وبعد الصلاة الاحتفالية التقى سيادته بأبناء الرعية وقدم لهم محاضرة روحية غنية امتلأت بالحديث عن أهم أنبياء العهد القديم وهو النبي إيليا، موضحا بأن حياته كانت مهمة للغاية في تلك الحقبة الزمنية، خاتما حديثه عن معجزات النبي العظيم التي صنعها مع أرملة صرفة صيدا. مار الياس من أهم أنبياء العهد القديم، وأهميته حتى سبقت وتوفقت فوقت حتى عن أنبياء كبار مثل أشعياء النبي اللي تنبأ عن العذراء وعن المجيء المسيد وحتى عن الأواخر وحتى عن دانيال، يعني اللي هن أنبياء مهمين في العهد القديم. ولكن منشوف النبي إيليا من أهم شخصيات العهد القديم، أول إشي لأنه حياته إلها، لما منشوف كل حياته ومنشوف كيف في الفترة اللي أجا فيها منشوف قديش هي مهمة، ولكن كمان ارتباطه بالأحداث اللي بتصير في كل زمن وبالأخص بزمننا لأن أتين إلى الأواخر، وصولا لآخر الأواخر. وعشان هيك منشوف إنه النبي إيليا إمتى أجا؟ أجا تقريبا 800 سنة قبل المسيح. في هديك الفترة الزمنية بيصير في عنا مملكتين رئيسيتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال بتكون عاصمتها السامرة وبيكونوا 10 أسباط مكونينها. مملكة الجنوب بتكون القدس عاصمتها وبيكون من صبتين يهودا وبنيامين. عشان هيك اللي بدي أحكي لكم إياه مش الأعجوبة هي المحرك، أبنائي انتبهوا، الأعجوبة هي كيف أنت تلتقي مع المسيح، لقاءك مع المسيح هو الأعجوبة، ولقاءك مع المسيح هو اللي بينعكس في قلبك لقاءك مع أخوك الإنسان. أكبر أعجوبة شو هي؟ إنك تدرك إنك أنت ولا شيء، هي أكبر أعجوبة. لما تتواضع وتدرك إنك أنت بدون المسيح ما بتقدر تعمل شيء، تدركها مزبوط، مش تحكيها، مرات بنحكيها ولكن ما منكون حقيقة واعي، نحكيها حتى بكبرياء. ولكن لما تدرك إنك ولا شيء، هي أكبر أعجوبة.